رغم كل المعاناه اللي الناس عانتها طوال العشر سنين اللي فاتوا او 13 سنه يعني العقد الاخير من عمر نظام مبارك والثلاث سنين من بعد الثوره، الا ان كان في جانب تاني بيحصل. الجانب التاني ده ليه علاقه باقتصاد مؤشراته بتحقق اعلى نسب على الصعيد الاقليمي ويمكن كمان على الصعيد الدولي. كان الاقتصاد المصري بيحقق 7% نمو لغايه 2008 لثلاث سنين متواصله. بعد الازمه العالميه في 2008 حقق اخر نسبه نمو قبل سقوط نظام مبارك كانت 5.7% معدل النمو. كل ده كان باين من الفيلم انه بيتم على حساب مصالح الناس وحياتهم ومستوى معيشتهم. يعني شفنا ان علشان يحافظوا على مستويات النمو الكبيره دي لازم كان يبقى في مواجهه عنيفه للناس، وكان لازم يبقى في مستويات كبيره من العنف. المستويات العنيفه دي من القمع طالت مش بس العمال ومش بس الفلاحين، طالت معظم فئات المجتمع. ده خلق فعلا ضجر وخلق زهق، يعني حتى ناس ما كانش ليهم على الاطلاق مصلحه في ثوره يناير في 25 يناير كنا بنشوفهم في الايام الاولى في الميدان. ناس شغاله في البورصه، ناس شغاله في وظائف عليا في الاداره، لكن نزلوا لان علشان الدولة دي والنظام ده يقدر يحافظ على مستويات النمو الكبيرة دي كان لازم يبقى فيه قمع رهيب جدا، قمع يصل للحالة اللي احنا شفناها بتاع خالد سعيد، يصل ان هم يرموا عربيات الناس في الشوارع زي ما شفنا في الترع، زي ما شفنا انهم يوصل انهم يموتوا فلاحين علشان ينتزعوا اراضي زي ما عملوا قبل كده في العقد اللي قبل العقد الاخير، زي ما عملوا في منتصف السبعينات او في 97 لما خدوا الاراضي من المستاجرين وخدوها بالعنف. الفلاحين قاوموا بس كانوا بيقاوموا لوحدهم، ما كانش في حركه واسعه جدا تقدر تحمي حركتهم اللي هي في النهايه ظلت محدوده جوه القرى وما قدرتش انها تلمس مع المدينه، وده اللي خلى الحركه اتهزمت بسرعه. انا بتكلم ليه عن اللي فات في عهد مبارك؟ لان زي ما بقول ان الثوره لما قامت غيرت مبارك لكن ما غيرتش جوهر السياسات. نفس السياسات هي اللي هي سياسات استهداف النمو. المجلس العسكري عايز يحقق معدلات نمو عاليه بعد ما كان معدل النمو في السنه الاولى في 2011 1.8%، عايز يعلى بمعدل النمو ده ل 5% وال 7% في عهد مبارك. ده معناه ان هو يستمر في القمع لان الناس مش هتدفع ثمن الازمه. يعني في مثل بيتقال طول الوقت ان مفيش راسماليه بتموت طالما انها قادره انها تدفع الناس ثمن الازمه. الناس لما بترضى انها تجوع، انها ترضى انها تاخد مرتبات ضعيفه، انها ترضى انها تسكن في مساكن غير ادميه، انها ترضى انها تبقى محرومه من البنيه الاساسيه، انها ترضى انها تتقبل تعليم متدهور حاله، انها ترضى انها تتقبل مستوى علاج متدني. طول ما الناس راضيه بالمستوى ده طول ما الراسماليه قادره انها تحل مشاكلها. الراسماليه بتتأزم يوم ما الناس بتحط العصا في العجله، يوم ما الناس بتقف، يوم ما الناس بتقاوم، يوم ما العمال بتبتدي تضرب. وده اللي وقع نظام مبارك. يعني احنا ما نتصورش ان الحركه اللي كان جزء كبير منها فئات وسطى ضجه من القمع ومن غياب الحريه ومن غياب الديمقراطيه طلعت في الشارع بتهتف بسقوط النظام لانها شايفه ان النظام ده ظالم وفاسد وغير عادل. وكانت الشعارات الرئيسيه للثورة عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لكن اللي أسقط نظام مبارك بالفعل هي خروج عشرات الآلاف ومئات الآلاف وتوقعات خروج كمان، لأن القضية يوم 9 فبراير ما كانتش بس
العمال اللي خرجوا يوم 9 كانت التوقعات بان لو النظام ظل في عنده وما غيرش راس النظام زي ما الحركه بلورت مطلبها في اللحظه دي او القطاعات اللي اوسع من الحركه كانت مبلوره مطلبها في مبارك يمشي مبارك. طب خلاص انتوا زعلانين من مبارك نمشي مبارك. المجلس العسكري ضغط على مبارك زي ما كلنا عارفين السيناريو اللي حصل ومشي مبارك، وكان الهدف في الوقت ده هو ازاي ننقذ جوهر النظام الاقتصادي بتاع نظام مبارك، جوهر السياسات. بالفعل مفيش شيء اتغير، يعني كل اللي عمله المجلس العسكري هي نفس سياسات مبارك. يعني مش مهم اول ما جه مثلا قرر ان هو يرفع الاجور او ان يربط الاجور بالاسعار او ان يدي اعانات بطاله، ما شفناش ده، ما شفناش اي حاجه ليها علاقه بالعداله الاجتماعيه، شفنا نفس السياسات. حتى الضرائب التافهه اللي هي النهارده، انا لسه قاري حاجه في الجورنال النهارده ان 11 دوله من دول الاتحاد الاوروبي عايزه تفرض الضريبه اللي احنا حتى مش قادرين نفرضها، ولا حتى حكومه مرسي قادره تفرضها، اللي هي الدمجه بتاع 1% على التعاملات في البورصه. هم هناك شافوا ان التقشف في الدول الاتحاد الاوروبي، شاف ان التقشف بالفعل ما حلش المشكله. يعني التقشف اللي فرضوه على الاسبان واليونانيين وعلى معظم الشعوب في جنوب اوروبا ما حلش المشكله، فقرروا ان هم يدوروا على الاغنياء في تعاملات ب يعني تريليونات الدولارات في البورصات سواء على الاسهم او السندات، قرروا انهم يفرضوا عليها ضريبه 1 في الـ1000. احنا هنا مش قادرين حتى نفرض الضريبه دي، مش قادرين نفرض الضريبه دي لان الضريبه دي على الاغنياء، وبدلا منها بنتكلم على ضرائب او رفع دعم من على الفقراء. وكلنا شايفين ازمه السولار، يعني لو حد متابع الوضع الاقتصادي وشايف التضخم الشهر ده، التضخم في شهر ابريل اعلى مستوى من 2010 من وقت نظام مبارك، فاعلى مستوى. طبعا هما بيقولوا 8.8%، لكن هما اعلى من كده بكتير. يعني المستويات قبل كده لما كانوا بيتكلموا على ان التضخم 5.6% او في حدود 4% كان يعني جهات مستقله اكتر او جهات حياديه اكتر كانت بتقول ان التضخم عند المستوى بتاع 16.17%. يعني احنا نقدر نقول دلوقتي واحنا مستريحين ان المستوى فوق العشرينات بكتير، يعني ممكن يبقى 22 او 23% التضخم السنوي للاسعار. ده معناه افقار للناس اكتر واكتر، ده معناه ان الناس اجورها انخفضت 23%، يعني ان هو لو كان بيقبض 1000 جنيه بقى بيقبض 770 جنيه بس، يعني في 230 جنيه اتبخروا في الهواء. ده معناه ان هو حصوله على السلع بقى اقل، حصوله على الخدمات بقى اقل، معناه ان معيشته ومعيشه اسرته بقت اكثر تدهورا من السنه اللي فاتت. حكومه مرسي او حكومه الاخوان النهارده بتعتمد نفس حزمه السياسات اللي هي سياسه السوق الحر وسياسه استهداف النمو. ان هم مستهدفين يتكلموا، لو احنا بنتابع الخطابات بتاع هشام قنديل، احنا بنستهدف مش عارف سنه 2017 او 2020 معدلات نمو 7%، يعني نفس القصه بتاع نظام مبارك، ان هم بيستهدف والنمو هيجي عن طريق ايه؟ عن طريق الاستثمارات. طيب الاستثمارات دي علشان تيجي هم قدمونا عماله رخيصه للاستثمارات، يعني الميزه اللي كانوا بينافسوا بيها في السوق العالمي هو احنا، هو العرق بتاعنا، هو العمل، كانوا بينافسوا بالعمل بتاعنا، ان اجور العمال المصريين رخيصه، فده اللي كان بيجذب الاستثمارات. كمان الطاقه، اسعار الطاقه بيديها لهم بالرخيص. لو نشوف ارباح شركات الاسمنت اللي معظمها شركات اجنبيه قد ايه، ارباح خياليه قياسيه على الصعيد العالمي، يعني بتصل ل 40%، والمستوى ده ماهوش موجود في اي مكان تاني. دي نفس حزمه السياسات بتاع مبارك، تنشيط الاستثمار عبر منح المزيد من الاعفاءات والمزيد من المواد
والطاقة المدعومة. حتى لما بيتكلموا عن رفع الدعم بيتكلموا على استحياء، يعني مازال لسه قدامهم مراحل طويلة، هم ما عندهمش الاستعداد انهم يقطعوها لان هم ما عندهمش الاستعداد انهم ينحازوا. فالقصة الرئيسية الثورة لما قامت ما قامتش علشان بس تغير حاكم فاسد بحاكم فاسد اخر، لا، قامت علشان تغير حياة الناس، وده اللي ما حصلش لغايه النهارده. وده الحكومه الحاليه مستمره في نفس سياسات مبارك. نشوف مساله صندوق النقد الدولي، يعني صندوق النقد الدولي مبارك كان بطل خلاص قصه صندوق النقد الدولي لانه خلاص مستوى القمع كان قادر يحل مشكلات الراسماليه المصريه. بيحصل اضرابات، بيقمعوا الاضرابات، ان الدوله بتتدخل طول الوقت، قادرين يحافظوا على مستويات النمو اللي هم بيستهدفوها، عندهم احتياط نقدي كبير كان وصل قبل ما يسقط على طول 36 مليار دولار. النهارده محمد مرسي ما قدموش حل غير الاقتراض علشان يمشي الاقتصاد. طب هو بيعمل كده ليه؟ هو بيراهن على اللي هتتكلم عنه فاطمة وزميلي هيثم بعد كده، ان مقاومة العمال ومقاومة الناس تخفت، الناس تنسى. يعني هما بيراهنوا على ان الناس تنسى، المجلس العسكري كان بيراهن على الناس تنسى. القصة الرئيسية كان بالنسبة ليهم انه يحافظوا على جوهر الاقتصاد للنظام زي ما هو جوهر المصالح، نفس المصالح اللي بيدافع عنها نظام مبارك، هما بيدافعوا عنها مش مختلفين على الاطلاق عن نظام مبارك. وان حركه الاضرابات الناس هتزهق، الناس هيتسرب لها الياس. القصه دي طبعا الواقع بيثبت فشلها كل يوم. لو شفنا اخر تقرير عنه المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بيتكلم ان احنا شفنا مستوى من الاضرابات وعدد من الاضرابات مصر ما شاهدتوش طوال عمرها. ده معناه ان المقاومه بتزيد كل ماذا؟ ده معناه ان حزمة السياسات اللي صندوق النقد عايز يفرضها مستحيل انه يقدروا ينفذوها على الارض، ولو نفذوها الثورة دي هتتعمق اكتر واكتر. ودينا شايفين يعني لو كنا بنتكلم من شوية على مسألة التضخم، ان التضخم ارتفع، التضخم ارتفع بسبب السولار، بسبب السولار في السوق السوداء، رفع اسعار كل شيء، رفع اسعار الفراخ، رفع اسعار الخضار، رفع اسعار الفاكهة، خرب كمان بيوت كتير، خرب بيوت فلاحين، فلاحين يعني كلنا عارفين ان دلوقتي في حصاد ودرس القمح، الفلاح اللي كان بيشتري صفيحة السولار اللي هي ال 20 لتر ب 22 جنيه بيشتريها ب 50 جنيه، واحيانا في مناطق تانية في الصعيد بيشتريها ب 70 جنيه ومش موجودة. السولار ده رفع يعني هما بيتكلموا على تحرير السولار. لو نفكر كمان ان النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها ان كمان مش بس كانت زميلتي مخرجه الفيلم نيفين كانت بتتكلم عن ان النظام الموجود دلوقتي او الحكومه الموجوده دلوقتي اسوأ من حكومات مبارك او اسوأ من نظام مبارك، النظام الموجود حاليا، لانه لما فكر ان هو يحل ازمه عدم وجود عملة صعبة لديه نظرا لانخفاض الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي، دفع الفئات الافقر، مش الفئات اللي هي المتوسطة، لا، دور السولار ده بيستخدموه سواقين الميكروباص والتوك توك والفلاحين في الحصاد والدرس، يعني ده وقود الفقراء، البنزين وقود الطبقة الوسطى، فهو دفع القطاعات الاوسع من الناس تمن الازمه. ما شفناش من وقت مرسي غير بس في اول شهر تقريبا في اوائل 7 ازمه بنزين، اللي هي العربيات واقفه قدام البنزينات علشان تمون. ما شفناش الطبقه الوسطى اللي هي المدرسين والاطباء ما شفناش دول في ازمه. اللي بيدفع تمن الازمه النهارده هم الاكثر فقرا، اللي هم ما لهمش صوت، هم متصورين كده، ربما هم بيتصوروا ان الطبقه الوسطى بسبب وجودها في التلفزيونات وبسبب وجودها في الجرايد صوتها عالي، ربما كانت تعمل لهم جرثه اكبر، ربما كانت تبين الى اي مدى الازمه اعمق. لكن المشكله الحقيقيه، وطبعا بالتاكيد ان كل وسائل الاعلام هي وسائل اعلام بشكل او باخر بتاع الطبقه الوسطى
وبتاع الفئات الاغنى بتاع رجال الاعمال، فهي ما بتعكسش الازمه الحقيقيه لازمه السولار. احنا فعلا الناس تعبانه تعب غير عادي بسبب ارتفاع اسعار الدولار، ولسه هنشوف موجات غلاء جايه. وده معناه ان الناس خلاص، الناس كسرت الحاجز بتاع الخوف اللي هو كان النظام قادر انه يحافظ على مستويات النمو من خلال القمع. خلاص الناس كسرت الخوف، خلاص ما بقتش خايفه من القمع، بقت بتواجه. فعلشان كده المستقبل خلال الشهور اللي جايه وخلال السنوات اللي جايه دي ثوره اللي احنا بنشهدها، ثوره عميقه بتجيب من تحت، بتقلب التربه من فوقيها لتحتيها. فاحنا هنشوف في الشهور اللي جايه مقاومه اكبر، اوسع، اكثر عمقا، وبالتاكيد الناس هتتنظم اكتر، وبالتاكيد هنشوف انتصار ممكن يكون على السنه اللي جايه. النظام ده مش هيقدر يستمر لانه هو مستمر بالمنح، بمنح من الدول الخليجيه بضغوط امريكيه. يعني النظام امريكا ضغطت اخيرا على ليبيا، وبتضغط حاليا على العراق انه يدونا بنزين وسولار بفلوس قليله. فطول الوقت امريكا بتضغط على الدول الخليجيه، على قطر وغيرها، علشان يدعموا نظام مرسي او نظام الاخوان المسلمين. ده ليه نهايه؟ يعني عمليه المنح دي والقروض ليها نهايه، يعني مش هتستمر للابد، وانهم لازم يواجهوا الحقيقه ويواجهوا الفواتير في النهايه. يعني زي ما شايفين مثلا، اخر كلمه هقولها، اليونان في ازمه شبه الازمه اللي احنا موجودين فيها، طبقه برضو استفادت من نمو عالي جدا، دخلت في ازمه عايزه تدفع الناس ثمن الازمه بفرض تقشف، خدوا فلوس من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الاوروبي ربع تريليون دولار، 200 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وما خرجوش من الازمه، ما خرجوش. احنا ما خدناه، كل اللي خدناه ممكن يبقى 12 مليار مثلا من ساعه ما بدات الثوره، 12 مليار. فينسوا قصه ان المنح والقروض اللي جايه من الدول الخليج او من الدول العربيه او حتى من اي دول هتحل لهم المشاكل الحقيقيه. حل المشكله الحقيقيه هو ان يبقى في نظام منحاز للناس يحقق مطالب الثوره في العداله الاجتماعيه. شكرا جزيلا.